طيب السؤال ده بيسأل على الفليكسبل بادجت، ممكن تحطه في البادجت الميثودولوجي لو حابب. بيقول لك الماستر بادجت بتاعت الشركه فور ذا يير بلان ذات ذا كومباني وود مانيفاكتشر اند سيل 2000 كرسي. الريفينيو 500 والفاريبل 350 والفيكسد 45. لو الشركه ديت النهارده، لو النهارده صنعت وباعت 1750 كرسي مش 2000، الفليكسيبل بادجت انكم هيبقى عامل ازاي؟ طبعا سؤال في منتهى التفاهه، ناخده على اكسلية وندمره. خلي بالك من حاجه، الكونتريبيوشن مارجن بير يونت فيكسد. اكسب النهارده لو جيت قلت ال 500000 دولار دول ناقص ال 350000 دولار دول يدوني كونتريبيوشن مارجن عامل 150000 دولار، عشان كام كرسي في الاستاتيك الاصليه؟ 2000 كرسي. يعني كل كرسي في شركتي الجميله بيدخل لي بادجت الكونتريبيوشن مارجن كام؟ 75 75. طب انت النهارده نفسك تعمل فليكسبل عند كام كرسي؟ قال لك عند 1750، يبقى انت بتتكلم في كونتريبيوشن مارجن عامل 131، و1000 مبروك عندك 45 فيكسد كوست، فبتتكلم في اوبريتنج انكم عامل 86 250. ف1000 مبروك، الاجابه ب ماشي الحال. ماشي الحال.